التغيير في الطرق الكيميائية في طريقة التحليل أسيد بيس تيريفيكيشن كليات مولو يستخدم التحليل الضوئي. وبعدين حكينا عن علاقة الإمبريكال فورمولا مع الموليكولار فورمولا، وحكينا عن الإمبريكال فورمولا بأبسط صيغة بالنسبة لعلاقة العناصر بعضها البعض داخل المركب، بينما الموليكولار فورمولا هي الصيغة الحقيقية لنسبة العناصر الحقيقية داخل المركب. مثلا بقول لك بالنسبة للإيثان، مثلا الإيثان إيش الإمبريكال فورمولا؟ الإيثان كلكم تعرفوا صح؟ شو الإمبريكال فورمولا إذا؟ إيش الموليكولار فورمولا؟ نعم الإيثان جزيء الإيثان الإمبريكال سي اتش 3 أيوة والموليكولار سي ام اتش 2 هذا قديش شو سي 6 اتش 2 سي 2 اتش 6 سي 2 اتش 6 والإيثان معقول ما تعرفوش سي 2 اتش 6 ولذلك سي 2 اتش 6 اللي بقسمها على 2 تطلع سي اتش 3 إذا في صيغة أبسط من الـ C2H6 فأبسط صيغة يسموها الإمبريكال فورمولا الصيغة الأولية. الموليكولار فورمولا هي تكرار للإمبريكال فورمولا مكررة بعدد معين. أوكي؟ يعني لو قال لك الـ سايكلوهكسان إيش الموليكولار فورمولا هنا؟ سايكلوهكسان CNH2N شو صيغته؟ C6H12 صح؟ طيب ايش الامبيريكال فورمولا؟ شو ابسط صيغة؟ CH2 هو عبارة عن مكرر 6 مرات للـ CH2 CH2 ست مرات تعمل سايكلوهكسان. اوكي؟ اذا عرفتوا شو الفرق بين الامبريكال فورمولا والموليكولار؟ زي ما حكينا عن الارضية هاي المرة الماضية قلنا عبارة عن بلاطات تتكرر. هي مجموعة من البلاطات. طيب حتى تقدر تحصل يا شباب الان على الامبريكال فورمولا والموليكولار فورمولا في اشياء لازم تعملها بناء على الإليمنتال أناليسيس. فقلنا احنا نعمل تحليل للعناصر، نودي على عينة على مختبر تحليل زي مختبر التحليل المركزي الموجود بالكيمي فوق، بيجي بيعطيك النسب المئوية للعناصر الموجودة بهذه العينة، بناء عليها بدك توجد انت الامبريكال فورمولا ومن ثم الموليكولار فورمولا. بعد هيك بدك تعرف الاستراكشر. انت عرفت الصيغة الكيميائية، الصيغة الكيميائية الآن لو واحد قال لك على سبيل المثال C3H8O هل بتعرف شو الاستركتشر للمركب هذا؟ شو ممكن يكون؟ شو ممكن؟ ها؟ يعني شو؟ زي ايش؟ شو طبيعته؟ في اكسجين، لما في اكسجين شو ممكن يكون؟ كحول مثلا او شو كمان؟ الديهايد كيتون ايش كمان؟ استر كنتين ايثر اوكي. فلذلك الان هاي كلها احتمالات. طب كيف بدي اعرف اي واحد منها؟ فلازم اعرف ايش؟ فانكشنال جروب المجموعة الوظيفية. يعني بالكحول المجموعة الوظيفية ايش؟ OH هيدروكس جروب. بالالديهايد بالكيتون الكربونيل. بالايثر OR2 OCC. اوكي الان لازم اعرف الفانكشنال جروب بالاضافة لشيء بسموه الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي. الان قبل شوية لما أعطينا مثال على الإيثان كان
C2H6 هذا بيتبع أي فورمولا كجنرال فورمولا؟ شو قلنا؟ جنرال فورمولا CnH2n+2. لما جينا حكينا عن السايكلوهكسان شو صارت الصيغة؟ CnH2n بطل فيه بلس 2. أوكي؟ إذا الفرق الآن بين الصيغة الأولى والثانية بلس 2. شو هن التو؟ تو إيش؟ هيدروجين. تو هيدروجينز. تو هيدروجينز كم رابط طبعا؟ رابط H-H رابطة واحدة جزئي الهيدروجين يعمل رابطة واحدة سينجل. إذا الفرق بيناتين هذولا رابطة واحدة رابطة. الرابطة هاي بسموها One Index of Hydrogen Deficiency. يعني الفرق بين الصيغة الأولى CnH2n+2 وCnH2n One Degree of Deficiency بسموها، اللي هي عبارة عن جزئي هيدروجين، وكل جزئي هيدروجين يعني رابطة كوفيلنت، رابطة تساهمية. فأنا إذا بعرف الديجريز اوف هيدروجين ديفيشنسي بعرف كم نقص ذرات الهيدروجين موجود بالمركب، لأن النقص بيحصل إما عند تكوين الدبل بوندز، يعني الإيثان اللي حكيته C2H6 هذا ساتوريتد في كل الكربونات والهيدروجين، لأن بتشكل منه الكين. شو بصير؟ بخسر H. 2H. 2H. يعني شو بصير صيغته؟ C2H4. إذا الفرق بين C2H6 الإيثان و C2H4 الإيثين 2 هيدروجينز. 1 degree of hydrogen deficiency. الآن الفانكشن للجروب اختلفت. شو كانت بالإيثان؟ الكان. شو هي الفانكشن للجروب للكان؟ سنجل بوند. السي سي او السي اتش سنجل بوند. اوكي طيب بالالكين الايثين دبل بوند صار سي سي دبل بوند. اوكي فالدبل بوند فيها 1 ديجري اوف هيدروجين ديفيشنسي، يعني الدبل بوند هاي اذا بضيف لها هيدروجينتين بتصير ساتوريتد، فهي ان ساتوريتد. لذلك احيانا هذا برضو المصطلح بيستخدمه بدل منه ديجري اوف ان ساتوريشن، درجة عدم الإشباع. وأنا شو مسمينه؟ Index of Hydrogen Deficiency. Deficiency معناها نقص. قديش في عنده نقص؟ Deficiency. Unsaturation عدم إشباع. نفس الشيء. أوكي؟ فلذلك بقول لك Frequently a great deal can be learned about an unknown substance simply from knowledge of its molecular formula. فإذا عرفت المولكولار فورمولا بقدر أعرف أشياء كثيرة. This information is based on the following general molecular formulas. المرجعية للmolecular formulas كلها ترجع إما للألكان أو الألكين أو السايكلوألكان أو الألكاينز. أوكي؟ فالألكان نقول عنه saturated مشبع، هذا فيهوش ولا degree of unsaturation، يعني الindex of hydrogen deficiency فيه يكون zero. بعدين إذا بتروح على الألكين أو السايكلوألكان لازم تشيل هيدروجينتين إما جنب بعض أو على أطراف التشين مشان تسكرها. فكل دبل بوند تعني 1 degree of hydrogen deficiency. فالفرق بين هون وهون 2 hydrogens زي ما حكينا 1 degree of hydrogen deficiency. إذا بدك تروح على الألكين بصير في عندك تريبل بوند، بصير الصيغة CnH2n-2. يعني الفرق بين هون وبين هون كم هيدروجينة؟ يعني الساتوريتد والألكاين أربعة. يعني كم ديجري في هيدروجين ديفيشنسي؟ اثنين. كل ثنتين 1 ديجري، إذا 2 ديجريز في هيدروجين ديفيشنسي. طيب الآن في قواعد تحكم لك الديجريز في هيدروجين ديفيشنسي. واللي أهمها التالي، بقول لك to convert the formula of an open chain saturated hydrocarbon to formula containing group 5 elements. عناصر المجموعة الخامسة يا شباب اللي هم النيتروجين فوسفورس أرسين ستيبين بسموث.
فإذا كان في عندي الآن هيدروكربون وحطيت فيه عنصر من عناصر المجموعة الخامسة، كم ديجري اوف هيدروجين ديفشنس بصير فيه؟ شوف كيف القاعدة يقول لك one additional hydrogen atom must be added to the molecular formula for each group 5 element. يعني كل ما نضيف group 5 element شو بساوي؟ بضيف هيدروجين مقابلها. اوكي؟ ليش؟ لانه الان الهيدروكربون تترافيلنت الكربون تعمل اربع روابط. جروب 5 ترايفيلنت تعمل ثلاث روابط. فكل ما تضيف ذره نيتروجين بدك تعوضها بهيدروجينه. تضيف الان تعوض هيدروجينه مكان. اوكي؟ فبعض الامثله على ذلك C2H6 هذا إيثان، أوكي ساتوريتد، إيش عنده نقص؟ إذا حولته إلى C2 وضفت نيتروجين مقابل كل نيتروجين وضيف هيدروجين فبصير الصيغة C2H7، أوكي؟ لأن إذا بنمثلها بالستركتشر هاي C2H6. فإذا أنا مكان H هاي وضعت نيتروجين فالاتش اللي كانت هون هاي حطيتها هون فالعدد 6 ضلوا 6 ستيبل هذا المركب هيك. شو لازم اعمل كمان؟ كمان فلازم اضع كمان هيدروجين وبدل ما كان 6 صار 7 فمقابل كل عنصر المجموعه الخامسه بدك تضيف هيدروجين. واضحه؟ الان اذا وضعت نيتروجينتين بالضبط هسه مكان الهيدروجين هاي حطيت كمان هنا وهذا جزء افتراضي يعني قد لا يكون حقيقي فقط هيك بالفرض فالاتش اللي هون هي حطيته معناته لازم اضيف كمان هيدروجين هون معناته شو بصير الصيغه؟ C2H8 حط كمان نيتروجين شو بصير؟ C2H9 اذا مقابل كل نيتروجين كل ذره فسفور كل ذره وزموس بدك تضيف مور هيدروجين مور هيدروجين. اوكي هاي تذكروها القواعد لانه لما نحشر الان الجزيء الهيدروجين ديفشنس بنحتاجها. الان عناصر المجموعه السادسه الاكسجين سلفر سيلينيوم كوليريوم فاذا كان عندك هيدروكربون زي الايثان مقابل كل ذره من عناصر المجموعه السادسه شو بتعمل؟ ولا شيء لا بضيف ولا بنقص. ليش؟ لما تطلع هذا اللي كان C2H6 بهذا الشكل اذا وضعت فيه هنا اكسجين بس على الاكسجين الهيدروجين اللي كانت هون بضيفه من الجهه الثانيه فهين 6 C2H6O ضيف ثنتين كمان وحده هاي الـO هاي الH نفسها C2H كم؟ H6 6O2 وهنا المجر اذا عدد الكربونات الهيدروجينات بضل نفسه مع اضافه كل الاكسجين. ليش؟ لان الاكسجين دايفيلنت ثنائيه الارتباط فمش بحاجه اني اضيف عليه هيدروجينات زياده. جروب 7 اذا عندك هيدروكربون تشين زي C2H6 بدك تضيف هيدروجين شو بتعمل؟ ايوه تشيل هيدروجين. ليش؟ لانه جروب 7 مونوفالنت تعملش الا رابطه واحده. اذا حطيت هنا نفرض درجه كلور سي ال ضيفش هيدروجين عليها اذا عملت كاني سبستيتيوشن استبدال مكان الهيدروجين وضعت هالوجين فبدل C2H6 يصير C2H5 سي ال. لو ضفت ثنتين C2H4 Cl2 وهنا مجر. اوكي اذا جروب 7 بشيل هيدروجينه جروب 6 بغير الشيء جروب 5 بزيد هيدروجين مقابل كل ده. فالان to determine the index of hydrogen deficiency for a compound apply the following steps.
اعطاك الموليكولار فورمولا لمركب معين، بدك تعرف الديجريز اوف هيدروجين ديفيشنسي عشان تعرف الفانكشنال جروب. فاللي بتعمله اول خطوه بحكي لنا ديتيرمين ذا فورمولا فور ذا ساتوريتد اسايكليك، اسايكليك يعني نوت سايكليك هيدروكربون كونتينينج ذا سيم نمبر اوف كاربون اتومز از ذا انون سبستانس. يعني لو اعطاك انه المركب على سبيل المثال صيغته زي ما حكينا قبل شويه نقول سي 4 اتش ناين او بهذا الشكل نفرض. فشو اول خطوه بعملها؟ بجيب الهيدروكربون المكافئ لهذا المركب بشرط يكون اسايكليك يعني اوبن تشين وساتوريتد. فبرجع للصيغه اللي قبل شوي استخدمناها اللي هي سي ان اتش 2 ان بلس 2. فشو لازم الصيغه هون تكون؟ سي 4 اتش 10 بالضبط. اذا اصل هذا المركب اللي هون جزيء ايش؟ شو اسمه هذا؟ سي 4 اتش 10 ليش اسمه؟ بيوتان. اذا الاصل هو جزيء بيوتان. فشو صار للبيوتان حتى تحول لهون؟ هذا السؤال. شو اللي عملته؟ اوكي؟ الخطوة الثانية شوف شو بيقول لك سامي. Correct this formula for the non hydrocarbon elements present in the anion. Add one hydrogen atom for group 5 elements. Subtract one hydrogen atom for group 7. No change for group 6. بعدين compare this formula with the molecular formula of the anion. Determine the number of hydrogen by which the two formulas differ. فعندنا احنا هنا اكسجين، فبدك تصحح هاي الصيغه بالنسبه للاكسجين. شو بتصير؟ اذا بضيف عليها اكسجين ما بتاثر، ما بتاثر ولا شيء. اوه اوكي. اذا لما اضيف اكسجين نو تشينج. بعدين بقول لك تعال قارن هذول ببعضهم البعض. اوكي قارن. خليني اعملها هنا 8 بلاش عشان يطلع عدد زوجي. قارن هاي بهاي فاطرحهم من بعض. سي 4 مع سي 4 بتروح اتش 8 اتش 10 الفرق بيناتهم قديش؟ اتش 2 ثنتين 2 اتش لو مع الاو بتروح. اذا الفرق 2 هيدروجنز. هذا بيعني 1 ديجري of unsaturation أو index of hydrogen deficiency equals 1. هسه ال 1 هاي شو بتعني؟ بتعني إما CC double bond or CO double bond or شو ممكن تكون كمان؟ ها؟ لا أنا أعطيك هاي الصيغة ايش؟ شو ممكن يكون يعني بالمركب هذا في شيء صنع الديجري اوف هيدروجين ديفشنسي؟ اما بكون المركب فيه دبل بوند فانكشنال جروب هو الكين، او بكون فيه كربونيل، او شو ممكن يكون كمان؟ سايكل. ها؟ سايكل. سايكل ممكن يكون رينج. ممكن يكون حلقه. إذا 1 ديجري اوف انساتوريشن هي واحد من هذول الثلاث، إما دبل بوند أو كربونيل أو حلقة. طيب كيف بدي أعرف؟ كيف بدي أعرف أي واحدة منها؟ في أشياء تعلمتوها زي مثلا إذا كان في عندي دبل بوند كيف بكشف عنها؟ المختبر في تيست بقدر أعمله، تجربة معينة بقدر أعملها تقول لي انه في عندك دبل بوند. في تاكد
خلناها. مين بتذكرها؟ البرومين تست. تجيب المركب هذا، عين منه واحد اثنين منه، وضيف عليه نقطة نقطة برومين R2 CCl4 وحرك. إذا في دبل بوند شو بصير؟ اختفى اللون، دارك براون بصير كلارلس. إذا اللون ظل ما فيش دبل بوند. طيب إذا في كربونيل بالمركب كيف ممكن أكشف عنها؟ أسهل طريقة طبعاً تكنيك لسه ما درسته اللي هو الآي آر. بروح بعمل المركب آي آر، بظهر له بيك شارب أند سترونج، جهاز الآي آر عند المنطقة من 1000 يعني 650 تقريباً لل2000 سنتيمتر ماينس 1 حسب نوعه. هل كربونيل هاي، هل هو الديهايد، كيتون، جزء أسيد كلورايد، جزء يعني الكربونيل كومباوندز أنواع كثيرة، فيبصير له شفت على اليمين يا على اليسار حسب قوة الكربونيل. إذا الآي آر. إذا رينت المركب حلقي في طريقة رينك صعب، يعني ما في كيميكال تيست تقدر تكشف عنه. فإذا هاي ما زبطتش، هاي ما زبطتش معناتها المركب هاي. معطينا مثال هون يا شباب، المركب اللي حللناه بالمحاضرة الماضية اوكي، طلعت له المولكيولار فورمولا C7H14O2. فشو بعمل الان عشان اطلع الديجريز اوف ساتوريشن؟ شو الخطوات؟ زي ما عملنا قبل شوي، شو الخطوات اللي راح نعملها؟ ها؟ نكتب له الصيغة صيغة ايش؟ صيغة ايش؟ صيغة الساتوريتد اوبن تشين الكان بالضبط، اللي هي CnH2n+2. فهذا المركب فيه 7 كاربون، معناته ايش الصيغة راح تكون؟ C7H16. اول شيء هيدروكربون C7H16 اللي هي 7 هيدروجين 7 ب 2 زائد 2 H16. هاي الصيغة هي C7H16 بناء على هذا الكلام. الخطوة الثانية نضيف الهيترو اتومز، فمقابل الاوتو كم هيدروجينه؟ ولا شيء. إذا الصيغة تظلها C7H16O2. برجع الصيغة هاي والصيغة هاي بطرحهم من بعض. اوكي؟ الآن من حيث عدد الكربونات بلغن بعض، من حيث عدد الهيدروجينات لازم هناك 14. هاي عفوا اللي هون 14. هاي وهاي عدد الهيدروجينات 2 في فرق. اوكي الاوتو تروح مع الاوتو. اذا 2 هيدروجينز معنى 1 ديجري اوف ان ساتوريشن. اوكي الان ال 1 ديجري اوف ان ساتوريشن بهذا المركب اللي فيه اوتو شو ممكن تكون؟ نفس الشيء لاحظ 1 ديجري ممكن تكون سي سي دبل بوند، ممكن تكون سي او دبل بوند، ممكن تكون رينج. الان اذا كانت سي سي دبل بوند معناته لازم يكون بالمركب في اكسجينتين، اما على شكل مثلا او اتش او اتش او دايوكسين سايكليك كومباوند هو داي ايثر، او كربونيل يكون جنبها OH يعني يكون كاربوكسيليك أسيد، أو يكون OR يعني إستر، أو يكون كربونيل وفي كحول داخل المركب. فهذه الاحتمالات كلياتها موجودة. لأن كيف بدي أعرف؟ بدي ألجأ للتكنيكس اللي حكينا حتى أعرف ما هي الفانكشنال جروب. فإذا لحد هون بس بيعطيك الديجري وان ساتوريشن، يقول لك لما حللوا هذا المركب باستخدام الاي ار
لقوا انه هذا المركب عبارة عن ايزوبنتيل اسيتيت. شو كيف شكله ايزوبنتيل اسيتيت؟ احنا متخيله ايزوبنتيل كيف بتكون؟ نعم ايزوبنتيل شو هي؟ خمس كربونات. ايوه كربونيل في كربونيل الايزو اللي هي سي اتش عليها 2 سي اتش 3 صار 3. بقول لك بنتل معناته كم كربونه؟ 5. هاي سي اتش 2 هاي كمان سي اتش. هاي لحد هون اسمها ايزو بنتل. بعدينك اسيتيت معناته هذا على شكل ايش؟ مركب. شو طبيعته؟ شو هو؟ شو الفانكشنال جروب تبعته؟ اسيتيت او اتش سي او ايزوبنتيل اسيتيت. شو هو؟ الكربونيل اسيتيت. مش لا شو هو؟ شو نوعه؟ شو سمه؟ مش حلقه صنفه صنفه جنسه شو؟ ايزوبنتيل اسيتيت عبارة عن ايش؟ حمض. اسيتيت حمض. شو الاسيتيت؟ استر بده يكون استر. فلذلك هنا بحط او بعدين سي دبل بوند او سي اتش. هاي الايزوبنتل وهاي الاسيتيت اللي كونجكت بيس اوف ذا اسيتيك اسيد. اذا هذا المركب طلع عباره عن استر. وين الديجري اوف انساتوريشن؟ هي عباره عن كربونيل. اذا هذا المركب يحتوي على كربونيل. اذا مش متاكد عد. هاي كربونه 2 3 4 5 6 7. اذا سي 7. هيدروجينها 3 6 7 9 11 3 14 اذا اتش 14 او 2 اكسجين. طيب اعطانا مثال ثاني النيكوتين. وين موجود النيكوتين؟ الدخان بالتبغ اللي بدخنه. اوكي في كمان نباتات يعني اخرى موجود فيها النيكوتين. النيكوتين الان بس بده يعرفوا صيغته. هاي صيغته النيكوتين حلقة بيريدين هيتيروسايكليك في عليها حلقة بايروليدين على الان في مثل هذا الموجود بالتبغ مادة النيكوتين اللي بيدمنوا عليها الناس اللي بدخنوا مدخنين. اوكي فالآن وشو بعطيك قبل ما يعطيك الاستراكشر؟ بعطيك الموليكولار فورمولا. بقول لك الموليكولار فورمولا هذا المركب C10H14N2. شو قلنا أول إشي بنعمل؟ نروح على الصيغة المكافئة للساتوريتد أوبن تشين هيدروكارب. يعني C10H كم؟ 22 22 10 2 بالضبط. C10 H22 اللي 10 ب2 20 زائد 2 22. اذا C10 H22 لان مركب بقول لك فيه 2 نيتروجنز. شو بساوي مقابل ان؟ مقابل كل ان شو بعمل؟ بضيف هيدروجين. يعني شو بصير الصيغه؟ C10 H24 N2. هاي الصيغة الآن بطرحها من الصيغة الإعطانية. قديش بطلع الفرق؟ 10 الهيدروجينات 10 10 هيدروجين. الكربونات مع الكربونات بالغن، النيتروجينات مع النيتروجين بالغن، ظل 10 هيدروجين.
10 هيدروجين اقسمهم على 2 10 على 2 اذا عندي 5 degrees of unsaturation او 5 index of hydrogen deficiency. شو ممكن يطلع لنا هذول الخمسة؟ ممكن يكون عندي رينج، ممكن يكون عندي دبل بوندز، ممكن يكون ايش؟ تريبل بوند بدل دبل بوند. ممكن يكون شو كمان؟ بس اكثر من واحد صح؟ ممكن نعم رينجتين، ممكن اكثر من رينج نعم، يعني اكثر من دبل بوند، اكثر من رينج، اكثر من تريبل بوند. الان اذا بيطلع عندك في 5 degrees of hydrogen deficiency واعلى، توقع انه في عندك حالة بنزين اروماتيك مباشرة، خمسة وطلع هي أروماتيك رينج. فوين الأروماتيك رينج؟ اللي هي بالأصل حلقة بنزين بس فيها نيتروجين صارت بريدين. الآن لحد هون عرفنا أنه في 5 degrees of hydrogen deficiency، لكن الاستركتشر هذا مستحيل نعرفه نظري، عرفوه عمليا بعد ما عملوا تحليل بالآي آر وبالإنمار، راح نتعلمها لاحقا بالكورس. لكن نشوف الآن وين degrees of hydrogen deficiency الخمسة. أول واحدة اللي هي الحلقة، هاي واحدة، بعدين الحلقة هاي ثنتين، بعدين هاي الدبل بوند ثلاث، دبل بوند هاي أربعة، دبل بوند هاي خمس. الحلقة كاملة عبارة عن كل حلقة هي 1 degree. شو معنى كل حلقة 1 degree؟ يعني زي ما أجيب الآن هذا المركب CH3 CH2 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 CH3. شو اسمه هذا؟ بنتان. هذا البنتان اوكي، بدي اكون منه حلقه. شو بعمل؟ شو بعمل عشان اكون حلقه؟ بشيل هيدروجين من الطرفات وهيدروجين من الطرفات، بالضبط. وبعمل بينات الرابطه ايش؟ وحدي. اذا الفرق بين الاصل وبين الحلقه هاي الجنتين 1 degree of hydrogen deficiency. لذلك كل حلقه هي عباره عن 1 degree of hydrogen deficiency. هذا مركب ثاني رجاء كمان تطلعوا عليه لحالكم، حاولوا تفهموه. اعطاكم الستركتشر. في قاعده اخرى كمان بسموها 13 رول لايجاد degree of hydrogen deficiency، ايش ركز عليها؟ فهم الطريقه اللي شرحها تعطيك احسن اكثر شمولا. طبعا المولكلر ويت يا شباب بالنسبه لهي المركبات، يعني اذا كان عندك ماده سواء غازيه او سائله او صلبه، كانك تعرف المولكلر ويت لها من خلال جهاز بسموه الماس سبكترا. شو هو جهاز الماس سبكترا؟ هو عباره عن فرن، داخل الفرن هذا في كويل، لما يسخن بصير يطلع الكترونات، الالكترونات هاي تكون طاقتها الحركية عالية جدا. فأنت شو بتساوي؟ في فتحة للفرن تعمل انجكشن للمادة تبعتك إذا كانت سائلة بسرنج، إذا كانت مادة صلبة تكون في عندك جفنة صغيرة زي الصحن قد حبة العدس بالألمنيوم، تحط المادة الصلبة وتدخلها جواته أوكي؟ وإذا غاز زي السائل تفوت شوية غاز. فالآن هذا رح يسخن داخل الأوفن، وإذا صلب أو سائل راح يتبخر. جميع الحالات لازم تحول للفيبر فيز، يصير عبارة عن غاز. هذا الفيبر اللي جوا بين الأقطاب الكويلز هذولا الإلكترونات تحركوا بسرعة، بصيروا على شكل مقذوفات، فكل إلكترون بيجي بضرب بالجزيئات. لما تكون بالفيبر فيز تكون مفككة، يعني كل جزيء لحاله طاير. فأنت لما تضرب الإلكترون على الجزيء
وين في نقاط ضعف؟ تتكسر. وين الرف روابط؟ بتكسر. فغالبا بالمعظم السي اتش بوند بتكون هي اضعف رابطه ممكن تنكسر، فبطلع هيدروجين من المركب. فاذا طلع من المركب اتش، المركب اللي بيظل بتصير على شكل ايون، ما تبقى، صار عباره عن ايون. الايون هذا يكون بالطرف الاخر من جهاز الماس سبيكترا ماجنتيك، مغناطيس، فبيجذبه. فهذا بعد ما انكسر من النشاطية تحول لايون، بنطلق باتجاه القطب الاخر اللي بيجذبه قاعد، فبصير على شكل مقذوف. فالمقذوفات الان بدك ترمي شيء بالمسافة اللي يقطعها المقذوف، على ايش تعتمد؟ تخطوها بالفيزياء، ليش تعتمد؟ يعني المقذوف ممكن يسقط بعد مسافة 10 متر. القوة اللي أنا أعطيته، القوة، شو كمان؟ السرعة، السرعة أو التسارع، الزخم، الزاوية بالضبط، إيش كمان بالنسبة له هو نفسه؟ كتلته بالضبط، كتلة المولية بالنسبة. فلذلك هاي يعني الشظايا اللي تكسرت راح تسقط على مسافات مختلفة، لأن في ديتكتور بيقول لك كل واحد وين سقط، بناء على إيش؟ كتلته، على الموليكولار أيون تاعه، على شحنته، يعني كتلته الأيونية على الشحن اللي بيحملها. فالشحنة غالبا بتكون بلس ون، يعني واحد. شو اللي بيختلف؟ الكتلة الأيونية. فإذا الآن الجهاز عملت عليه ماس سبكترا، بعطيك ورقة شارت بين عليها الام على اي لكل واحدة من الشظايا اللي سقطت، وقول لك الانتنسيتي تبعت كل خط. الانتنسيتي اللي هو كم شظية من نفس النوع سقطت بنفس النقطة. ممكن بالنقطة هاي يسقط 10، مكان ثاني 20، مكان ثاني 100. اوكي، فبسقط الان بناء كل واحد قديش كتلته لايوني. فممكن يكون عندك يعني عدد كبير من الجزيئات تأين بنفس الطريقه فيسقطوا من نفس النقطه، تكون الانتنسيتي عاليه. واحد ثاني صعب تأينه، وبالتالي يكون الانتنسيتي له قصيره جدا. اذا عدد الايونات اللي سقطت بهذه النقطه شو بيكون؟ قليل. اوكي، بس الان التسارع بيعتمد على السرعه وعلى ايش؟ مسافه. مسافه. المقذوف بتسارع اكثر بناء على ايش؟ بس السرعه، الكتله لها علاقه تسارع. يعني لو جبنا ريشة ورميناها وجبت القلم هذا ورميته، مين بيسارع أكثر؟ الكلام. ها؟ الكلام. ليش؟ لأن كتلة أكبر. إذن الكتلة. إذن الكتلة. وكل ما تكون الكتلة أكثر بكون التسارع أعلى. فلذلك اللي كتلته أعلى كايون شو راح يصير له؟ تسارع أكثر. اوكي، راح يقطع مسافه اطول. اللي اخف بسقط قبل، الخفيف بالسرعه كثير بسقط، الاثقل بالسرعة اكثر، وهل المجر. فلذلك على الشارت اللي بعطيك اياها بيطلع خطوط، هون الخط يكون الايون كتلته قليله، هنا اعلى، هنا اعلى، هنا اعلى، هنا اخر شيء يكون اعلى شيء. فغالبا اخر شيء بسموها المولكولار ايون بيك، اللي كتله الجزيء كاملا ناقصه هيدروجين بس. هاي بتكون الانسيت عادة لها قليل جدا، لأنه عدد قليل اللي بقدر يمشي المسافة هاي، ومعظم بالساقط على الطريق. بس أوكي. بعدين في علاقة للأيزوتوبيك فورمز بالنسبة للذرات الموجودة داخل الجزيء، هل هي من نفس النوع ولا ايزوتوبس؟ فبعض الايزوتوبس اثقل من الايزوتوبس الاخرى، فلذلك احيانا
بتلاقي عند نفس النقطة خطين شبه متلاصقين أو قراب كثير، هذول الفرق بيناتهم يكون قليل. شو سبب الخطين هذول؟ الايزوتوبس. أوكي؟ يعني لو قلنا مركب مثلا في نيتروجين 14 و15 و16، فلذلك يكون الفرق بيناتهم واحد جرام بير مول، راح يظهر أكثر من خط متجاورات بسبب الفرق بيناتهم هو الايزوتوبيك. هنا معطينا بعض الجزيئات مثلا، ومعطينا الماس او المولر ماس او النيوكلر ماس للاتوميك ماس يونت. فالسي او 2 معطينا اياها 43.499، احنا بنقول 44 لانه عاده بنقول الكربون 12 والاكسجين 16، ف 16 2 32 و 12 44، لكن هنا معطيك اياها اكزاكتلي حسب السيجنيفيكانت فيجرز. N2O C2H4O C3H8، هذول كلياتهم لاحظ متقاربين بالمولر ماس، لكن الفرق بيناتهم نوع العناصر والفانكشنال جروب اللي اختاروها، فلذلك لازم اقدر اميز ما بينها. عندكم اسئله نهايه هذا شكر، حاولوا تحلوا قد ما تقدروا يا شباب. اوكي، خلنا عن النيكوتين، انا معطيك مثلا عن الكافيين الموجود بالشاي والقهوه، برضه عباره عن هيتر سايكل كومباوند، حاولوا تطلعوا الدجني والهيدروجين ديفشنسي الموجود فيه. المحاضره الجايه نبلش نتكلم عن الانفراريد سبيكتروسكوب. يعطيكم العافيه.